الملفات الشائكة في تونس برشا والعدد متاعها لا يحصى، فما شكون يبلع لسانه وما ينجمش يحكي فيها، لكن فما سيودة في بلادنا يتكلم بصراحة وما يردهش التالي. اليوم باش نحكي مع عدنان الحاشي في أخطر الملفات، مسألة سيطرة حركة النهضة على جهاز القضاء في بلادنا، مجرد تهم ولا حقيقة ثابتة تبنيت على 10 سنوات؟ لا، ما بالحقيقة ما هيش تهم مجردة، هي تهم معناها ثابتة، اتهامات ثابتة بالوثائق. وكم من مرة هيئة الدفاع معناها تبين هذا، واليوم هاكم شفتوا معناها بالوثائق وبالدلائل، وهذا مما لا شك فيه، ما لا يدع مجالا للشك. معناها المتهم واضح، تنقصنا معناها قضاء نزيه، تنقصنا قضاء مستقل. اليوم ضروري تخليصه من براثن حركة النهضة، معناها هو محاسبة كل من تورطوا في الاغتيالات والجهاز السري وغيره، وباعوا الوطن وخانوا الوطن والتصفير وما إلى ذلك. احنا هنا كنا نسمو حتى في التخابر معناها مع جهات أجنبية بمقابل، شفنا معناها بين الأستاذ رضا الداوي، هذا مما لا شك فيه، لا يدع مجال الشك. عدنان الحاجي، تونس بعد الثورة تقسمت إلى إمبراطوريات، كل واحد الإمبراطورية نتاعو، إمبراطورية الفوسفات، إمبراطورية القضاء، إمبراطورية الأمن، وضرب البلاد سايبة أعمل ما تحب. معناها اولا الامبراطوريه، ثماش امبراطوريه الفوسفات، هذه كلمه ما عندناش امبراطوريه الفوسفات. عندنا وضع اجتماعي متدهور، عندنا اخلالات معناها قامت بها الحكومات الكل، وخلت بمواعيدها وخلت باتفاقياتها، هذاك اللي خلى الفوسفات حابس. لكن اليوم هذا كل يتلخص في كلمتين، انه الشعب الجيعان، الدوله الفقيره اللي ما عندهاش وما تنتجش وما تخدمش، الشعب راقد وشعب يحب معناها شهرية مسمار في حيط، هذه ما تحكمش بالحرية وما تحكمش بالديمقراطية. هذا هو، وانا جايين، وهذا جايين وجايين. عدنان، حكينا على أمن موازي، قضاء موازي، إدارة موازية، فهمهم لي انت يا عدنان، وانت ديما تحكي بالمنطق هذا راه مش يعني. ايه، الأمن الموازي والقضاء الموازي، انا شو فيه الأمن الموازي؟ بتشكور تورط حركة النهضة طبعا، لأن حركة النهضة هي الوحيدة اللي مسيطرة وهي الموجودة في مفاصل الإدارة وفي مفاصل الدولة، وزرعت نفسها وتمكنت سياسة التمكين، هي اللي شادة كل شيء، وهي اللي من 2011 ما خرجش من الحكم. ما قالها راشد الغنوشي في 2013 بعد تغيير الشارع، قال سنخرج من الحكومة لكننا نخرج من الحكم. الحكم هو هذا، هو هل التمكن من جميع المفاصل نتاع الدولة، موجودة ناسها وموجودة كذا، ودولابها قاعد يدور ويخدم لباس. عدنان، خذني على حد عقلي، أخطر حاجة موازية هي الاقتصاد. اليوم الكناطرية، اليوم بائعي الجملة، اليوم المخازن السرية والمعلومة بيد من؟ مش هذا بركة، هذا كلها ناس قاعدة تخدم الهيمنة والعمل بالملفات وإمساك الزلات، وشوفنا الجهاز السري شنو اللي قاعد يعمل، والتجسس على الناس وعلى رجال الأعمال وعلى السياسيين من أجل ابتزازهم في المستقبل. مش كان الاقتصاد، مش كان الهدايا الموازي معناها الكناترية وغيره. الموازي كذلك هو الاتفاقيات معناها الشراكة واتفاقيات التبادل التجاري اللي اليوم ما حبوش تراجعوا عليها، اللي تركيا اليوم معامل نسيج، معامل باللور، معامل كذا، سكرت رجال أعمال ولو بيعوا في السلعة التركية، بلادنا ولد سوق لتركيا. هذا هو الموازي، ها هو الموازي الحقيقي. وكي نقول لهم راجعوا اتفاقية التبادل التجاري مع الناس هذوما، يقولوا رغم أنه القانون منظمة التجارة العالمية سمح لهم، لأنه اليوم لابد من حماية منتوجنا وحماية اقتصادنا وحماية معناها سلعنا، ما عندناش قدرة تنافسية اللي عندهم هم. عدنان الحاجي، يعني أخطر نقطة هي الجهاز السري لحركة النهضة اللي تلاها بالملف الاقتصادي، هذا الكلام اللي نفهمه منك. لا، مش قلنا الجهاز السري هو معناه ابتزاز حركة النهضة، هو حركة النهضة حتى يديها أخطبوط، حتى يديها في كل شيء، حتى الاقتصاد الموازي فيه حركة النهضة، راه تحب ولا تكره. خي اليوم الكناطرية راهم رديف الإرهاب، الكناطرية راهم يخدموا في كل شيء، يخدموا في السلاح ويخدموا في المخدرات ويخدموا في التجارة ويخدموا كذا، وحركة النهضة تعرف الشيء هذا، هي اللي تحكم وماسكة الدولة وتعرف الملفات هذه وتاخذ الفلوس تقبض في ثمن. أنا بالنسبة لي هذا هو كيفاش ماشي الأمور، ما ثماش حاجة أخرى، ما 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 ثم أطراف اللوبيات هذه معناها اليوم والعصابات الموجودة في تونس الكل تصب. وأنا شفنا هذه جمعية نمال اللي كان يحكي عليها رضا، اللي هي معناها فيها رجال أعمال
ودورها هي معناها تمشي الامور، حركه النهضه فلوس وتهز وتجيب وكذا وغيره وتمول. مالها منين قاعده تمول حركه النهضه؟ منين؟ تمول من عند رجال الاعمال، ومن برشا احزاب تمولوا من عند رجال الاعمال فاسدين للتستر عليهم. ونعرفوا قبل قضيه في 2011 و2012 و13 معناها رجال الاعمال اللي منعوا من السفر وقعدت قضاياهم معلقه وكذا، هذيك باش تدفع بمقابل الضغط عليهم ابتزازهم. دفعوا؟ ما نعرفش، اكيد راهم دفعوا. اكيد نعرف اكيد ما نعرفش، ما عنديش انا، ما نجمش نقول لك حاجه، اما المنطق يقول انهم دفعوا. عدلان انت في قلب الرحاة تعرف كل شيء. لا ما نعرفش انا، ما عنديش. تمارس السياسه قريب لهم؟ نمارس السياسه. تدخل المجلس تقابلهم تقعد معاهم؟ نقابلهم، نقابلهم في السياسه، نتناقش معاهم، نختلف معاهم، ولكن ما عنديش معناها مطلع، عندي وثائق باش نثبت لك بها هذا دفاع ولا ما دفعش، اما المنطق يقول هكا. عدلان فما مشكله في السياسيين نتاع بلادنا، يعرفوا كل شيء ويحكيوا في كل شيء، لكن وقت الرسمي يقول سمعنا شفنا هكا ريت في الفيسبوك هكا ريت في كذا. انتوما تعرفوا كل شيء عدنان، هذا الصحيح. انا ما نخدمش على الفيسبوك وما ما لا تعنيني اخبار الفيسبوك، ناخذ معلوماتي من مصادر رسميه كما اليوم مثلا بالنسبه للجهاز السري وبالنسبه للتخابر وبالنسبه كذا، هذه معناها من عند هيئه الدفاع بالوثائق اللازمه، هذايا سي كونفيرمي بالنسبه لي انا، متاكد ما فيش حتى شك. شويه خلنا نفهمك وانت تفهمني. ايه. اشكون يحكم في القضاء؟ النهضة تحكم في القضاء، ها باين النهضة تحكم في القضاء. ما لاش الندوة هذه ولاش حلان المجلس الأعلى للقضاء. اختاني اختاني، ايه؟ أنت 9 سنين ماشي جاي قفصة تونس وعلى الوزارات وعلى الوزر وتفهم الدنيا الكل. شكون يمشي في الدولة؟ شكون يمشي في الوزارات؟ بصفة فعلية، ما تحكيليش على السماء والبرة وفي لا أنا شو نحكي لك؟ نحكي لك في الداخل أنا. اللي ماشي هي حركة النهضة هذايا راهو معطى 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 موضوعي معطى معروف. يعرفوا القاسي والداني هي حركة النهضة، حركة النهضة عندها في الوزارات كل، عندها في الإدارات كل، عندها في القضاء، عندها كذا، تمكنت من فصل الدولة. هذه معناها بالنسبة لي أنا حركة النهضة اليوم معناها مزروعة ومغروسة، ومقاومتها تتطلب وقت كبير وتتطلب معناها قوة من حديد. 25 جويلية حركة النهضة خرجت من الحكم ولا ما زالت في قلب؟ ما زالت الإدارات، ما زالت ما انضفتش، خرجت من الحكم. إيه بتجميد عمل مجلس النواب، بحل المجلس الأعلى للقضاء، ولكن في داخل الوزارات ما زالت ناس مولدة. حتى وزارة الداخلية أنا أشك أن تنظفت، ما زالت ما طهرتش كلها. فما مشكلة في الفلوس، وانتم جماعة الأحزاب منين تصرفوا؟ منين تصرف حركة النهضة وعندها آلاف العملاء وآلاف الموظفين؟ توا الدايرة تسكرت، منين؟ ما تصرف ما معلوم للناس كل منين تصرف. يا أخي يعني الفلوس اللي كان نحكي عليها تو منين جاية؟ ما هي جاية دول تصب لها، دول تصرف عليها وفلوس داخل عبر المطارات. اي لتو ما زالت عندها فلوس يا اخي، وفت فلوسها وفت ثروتها وفت حساباتها. ما علاش اليوم مقدمين قضيه في هيئه الدفاع وكشف اللي قال عليه رضا المالي نتاع حركه النهضه، منين تصرف؟ وبرشا احزاب ياخذوا من عند رجال الاعمال وياخذوا من برا، لتو ماشي مكشوفه، لانه قانون الاحزاب معناها لابد من مراجعه معناها المرسوم اللي منظم الاحزاب، لابد من تحويله الى قانون وضغط في اتجاه معناها الرقابه المكثفه على الاحزاب. اليوم ما نعرفوا حتى شيء، تم برشا احزاب تصرف، هذا ما برشا احزاب كبيره تصرف، مالا اليوم يجيب لك كيران من الجهات باش يعمل لك تجمع ويجيب لك ناس وكراهب ويسونس ومازوط ومقرات، منين؟ منين؟ هنا احنا الاحزاب الفقيره ما عندناش، لان مقر مركزي كل شهر معناها ريقنا يشيح باش نلموا حق، باش نلموا حق الكراء، ما عندناش مقرات في الجهات، ما نجموش نصرفوا من جيوبنا، نكوتيزوا من جيوبنا، هكا هو باين حساباتنا. يعني كل حزب عنده جهاز سري مالي؟ مش كل حزب عنده جهاز سري مالي، الاحزاب اللي تناطخ الكبار. شكون؟ حركة النهضة هاني مع شو اسمه الدستوري الحر غيره، كل عندهم فلوس، ما منين يصرف؟ تقول لي يعطوني رجال، اش بيه رجال الاعمال معناها يعطوك لك انت و عدنان اش فيك ما كنتوش تحكيوا قبل تخافوا؟ لا نحكوا ديما نحكي، انا عمري لا خفت. انا بالنسبة لي شخصيا لا نخاف لحد شيء، انا حكيت من قبل 2011، ما جيتش جديد. فهمتني؟ مانيش ساقط من السماء، انا نحكي وما يهمنيش، واللي عنده حاجه معايا يجي حسبني يتفضل، ثم حتى مشكل.